أنا ممثل اتحاد الجامعات، يعني مناشدة تكون لكل الناس. 37,000 طالب وطالبة راسب، 37,000 طالب وطالبة راسب بمختلف الكليات والجامعات. أنا هسه راح أدز لك طلب الدور الثالث، وراح أدز لك الشيتات مال كلية ببغداد وحدة، مو مال كل الكليات، مال كلية وحدة. شوف أنت أعداد الرسوب بها الهائلة، يعني ماكو نجاح، كله رسوب رسوب. أول شغلة إنه الشيء اللي كان موجود بين الدور الأول والثاني هي 7 أيام. قبل كانت شهر ما يقارب شهرين ونص الطالب يقدر يقرأ يراجع يقدر يرتب وضعه، ما له حق الطالب هنا، اللي مريض اللي عنده ظروف، اللي تعرف احنا ظروفنا بالعراق ظروف قاسية مختلفة بكل أنواع وتفاصيل الحياة. 2، أنت هسه أكو طلاب اللي كان عنده العملي لغوه، السعي لغوه، الكيرف لغوه، كل ما يعني 37,000 طالب. فإحنا نريدك تناشدنا بموضوع الدور الثالث. الدور الثالث راح يخدم كل الشرائح الموجودة، سواء الطبية، الهندسية، الصيدلة، الأسنان، التربية، القانون، العلوم، كلها راح يخدمها ويخدم جميع الشرائح.